الحضور. هذا الاحتفال خاص إلا بالتكريمات، لذا نفضل نشكر القائمين على هذه التكريمات وعلى عاصمة العقابي والمدير الصحة، ونتمنى الأخوات اللي خرجوا سالمين من لهم الصحة لأن ضحوا بشبابهم وضحوا بكل ما يملكون من صحة لتوفير صحة للمواطن بدون تمييز. بارك الله فيكم، ونتمنى لكم إن شاء الله حياة سعيدة، لأنك اليوم بغي تزيدوا هذا المتقاعد تسمى عزاد من جديد بعد ما قضى حياته عزت شبابه في قطاع الصحة. إذن نتمنى لكم صحة، نعاودوها، نتمنى لكم صحة والعافية والبقية، ونتمنى كذلك صحة للباقية إن شاء الله ثاني يخرجوا سالمين وعافين. وبارك الله فيكم، السلام عليكم. شكرا أخي وصديقي السي بوهدان. دون ما أنسى أخت مخبرية، وهي حاولنا بجهد وجهيد باش نحضرها اليوم، ولكن ظروف صحية تمنوا لها الشفاء جماعة، ادعوا لها بالشفاء. هذه المخبرية تعرفوها وراهي مريضة، الله يشافيها، راه هوسبيتاليزي وتعرفوا كامل المرض اللي راه عندها، ادعوا لها الشفاء كيما ندعوا الأخ صافي اللي كان ومازال واقف على المغازان وراه مرض، ورانا جبنا حاولنا نجيبوه اليوم وراه حاضر معنا، دعوا له بالشفاء. قويدر بورصالي والله يشافيه. نصيرة راكي بخير عليك، راكي غاية سخصك عمرة نصيرة، راكي قريب كي يجي لا روتريت تاعك تور تاعك نصيرة نعطيك العمرة. نتمناو الجماعة ان شاء الله يخرجوا في التيراج تاع العمرة، يفرحوا ونفرحوا بهم ونفرحوا بالإخوان اللي راحوا ديرنيان مور اللي راهم في العمرة راهم يديروا المناسك تاعهم مازال ما جاوش. سنوسي خيرة اللي كانوا خرجوا في التيراج تاع 2015 كانوا استفادوا من العمرة، راهم يديروا في المناسك تاعهم الجمعة ولا السبت إن شاء الله يعودوا. قلنا لهم دعوا لنا للعمال، دعوا لنا للمؤسسة، وإن شاء الله يخرجوا واحد الآخرين ويستفادوا، والعادة تستمر وكاع الناس إن شاء الله تستفاد. والله لي روتريتي اللي راهم خارجين سي المدير ماذا بيا دير لهم كونطرا وزيد تشدهم، باسكو لا روليف راني نشوف فيها كاع ما كانش، راه ما راناش لاقين وين نديروا شاف سيرفيس. ماذا بيا اليوم يرد لهم صوالحهم ويقول لهم اقعدوا ما كان لا روتريت. شكرا جماعه، تفضل سي بعلي شي تابع البرنامج وشكرا.